بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم راح نكمل مع طالبات الصف السابع باء في مادة الثقافة المالية، طلاب وطالبات أكاديمية الميقات الإسلامية. وصلنا يا بنات عند درس وظائف النقود. وظائف النقود، الكل يعني يمكن الكل بيعرف ما هي وظائف النقود بشكل عام أو بشكل رئيسي، تمام؟ يعني احنا بنستخدم النقود بشكل يومي وبنعرف شو وظائفها، حيث مر بك سابقا أن النقود جاءت لتحل محل نظام إيش؟ المقايضة. بعد المقايضة، لما فشلت المقايضة أجى نظام النقود، مزبوط؟ وتذكر أهمية النقود في أنها أفضل وسيط للتبادل، أفضل وسيط للتبادل، إضافة إلى أنها تؤدي العديد من الوظائف، فهي معيار للمدفوعات المؤجلة ومقياس للقيمة ومستودع لها، تمثل وظائف النقود وأهميتها في أنها في عدة نقاط. يعني الكل بيعرف مثلا أنه الدينار له قيمة دينار، يعني مثلا دينار مستحيل يشتري كيلو لحمة، صح؟ إحنا عارفين قيمة الدينار، يعني مستحيل مثلا أنه ب10 دنانير أشتري بيت، لا، مش منطقية. يعني عرفنا قيمة الدينار قديش بتساوي في الاقتصاد الدولي أو في قيمة السلع، وتعتبر حافظة للقيمة. النقود تعتبر حافظة للقيمة. كيف يعني؟ يعني إذا ما معي مثلا دينار ما بقدر أشتري علبة بيبسي كبيرة، أوكي؟ يعني أعطي مثال آخر، مثلا بزبط تروح على السوبر ماركت تشتري علبة بيبسي صغيرة بدينار؟ لا لا. ليش؟ لأنه إحنا عارفين قيمتها، اللي هو مثلا قيمة ربع دينار او 30 قرش من الدينار، يعني ثلث، تقريبا ثلث الدينار او ربع الدينار، تمام؟ اذا تعتبر النقود حافظة لقيمة السلع، تمام؟ وتتمثل اهمية وظائف النقود في انها، واحد، تفضل يا سلام، أول شيء من وظائف النقود وسيطة للتبادل. اكملي اكملي. كانت صعوبات المقايضة سببا في ظهور هذه الوظيفة المتعلقة بالنقود، فهي وسيلة لنقل ملكية السلع والخدمات من طرف إلى آخر، وبذلك تعد قوة شرائية تسهل التبادل بين الطرفين دون الحاجة إلى البحث عن طرف ثالث، على أساس أن أداة التبادل هذه تحظى بالقبول العام وتحقق معها نتائج التبادل بصورة طبيعية متواصلة. حيث تعتبر النقود في عصرنا الحالي وسيط للتبادل. يعني لو اجي مثلا على عائشة واحكي لها: عائشة، بزبط مثلا اعطيك اللابتوب وتعطيني الشنطة تبعتك؟ تحكي لي: طب يعني ممكن انه الشنطة تبعتي او يمكن قيمة اللابتوب اعلى. لا، خلينا نتعامل مثلا بالدينار الاردني في الدولة اللي عايشين فيها افضل، صح؟ إذا تعتبر وسيط للتبادل بعدما كانت المقايضة وظهرت عيوب المقايضة، وكانت المقايضة فيها عدة عيوب، ظهرت النقود وكانت وسيط للتبادل بشكل كبير، تمام؟ النقطة الثانية زي ما حكيت هسه، تفضل يا سلام. مقياس للقيمة. تمثل النقود وحدة للقياس، إذ تقيس قيم السلع والخدمات المختلفة ونسبة قيمة كل سلعة أو خدمة إلى غيرها من السلع والخدمات. وعليه فإن النقود كمقياس القيمة تمثل أهمية باللغة من ديون، وتختلف وظيفة النقود كمقياس للقيمة عن دورها كوسيط للتبادل. فإذا قام منتج الأحذية بإنتاج الحذاء بسعر 10 دنانير، فإنه بذلك قد استعمل النقود كمقياس القيمة. أما عندما يبيع الحذاء مقابل الحصول على 10 دنانير، فإنه يكون بذلك قد يستخدم النقود كوسيط للتبادل. حلو، بحكي لك انه مقياس للقيمة، انه يعني خلينا ناخذ المثال هذا عن منتج الأحذية. إذا قام منتج الأحذية بإنتاج الحذاء، بنتج الحذاء بسعر 10 دنانير، فإنه بذلك قد استعمل النقود كمقياس للقيمة. يعني أنا الحذاء عندي قيمته 10 دنانير، قيمة، مقياس القيمة، قيمته 10 دنانير. أما لما أنا أجي أعطيه 10 دنانير وآخذ منه الحذاء، هاي صارت النقود وسيط للتبادل، تمام؟ يعني مثلا عندي علبة البيبسي الكبيرة سعرها دينار، تمام؟ ولكن إذا أجيت أعطيني الدينار وأخذت علبة البيبسي، هذا صارت وسيط للتبادل، تمام؟ إذا بدنا نفرق بين مقياس القيمة ووسيط للتبادل. مقياس القيمة أنه يحفظ قيمة السلعة، أي يحدد قيمة السلعة من خلال النقود. يعني مثلا كيلو الخبز ب 32 قرش،
كيلو الخبز ب 32 قرش، اما لما تجيب 32 قرش وتعطيني اياهن واعطيكي كيلو خبز، هنا صارت وسيط للتبادل. اذا ميزنا بين مقياس القيمه ووسيط للتبادل يا سابع. مقياس القيمه انه كذا قيمته كذا، اما اذا بتعطيني المبلغ وبتاخذي السلعه هنا صارت وسيط. هنا صارت النقود وسيط للتبادل بينه وبينك، تمام؟ في سؤال لحد هون يا سابع؟ لا لا. تفضل يا عائشة. ثالثا، مستودع للقيمة. ليس من الضروري لمن يحصل على النقود أن ينفقها في الحال، إذ يمكنه تخزينها بغرض استخدامها في المستقبل، ولكن الذي يحدث عمليا أن الفرد ينفق جزءا ويدخر آخر ليقوم بالشراء في فترات لاحقة. وطالما أن الفرد لا يحتفظ بالنقود لذاتها، وإنما بقصد إنفاقها في فترات لاحقة أو لمقابلة احتياجات طارئة، فإنها في هذه الحالة تقوم بوظيفة مخزن للقيمة، خاصة أنها تتميز بسهولة حفظها، كما أنها تجنب الفرد تكاليف التخزين والحراسة، فضلا عن أن حفظ السلع لفترات طويلة قد يعرضها للتلف. إذا بتتذكروا في درس المقايضة، كانت مثلا اللي عنده مثلا محصول بندورة مثلا يستخدم البندورة اللي بده إياها، واللي بتظل عنده يخزنها. طب لما يخزنها مش كانت تتلف؟ أما لما ظهرت النقود أصبحت مستودعا للقيمة. كيف يعني؟ مثلا أنا بدي أخذ راتبي، تمام؟ أنا كموظف بدي أخذ الراتب، مش لما يوم أخذ الراتب مثلا ممكن بدي أصرف، ممكن مثلا بدي أدخر منه جزء، مثلا بدي أخذ 1000، أوكي؟ أدخر منه 500 وأشتري ب 500 مشتريات البيت، أوكي؟ ال 500 اللي ادخرتها هاي صارت مخزن أو مستودع للقيمة، يعني أنا محوش معي 500. محوش معي 500 دينار، إذا أصبحت النقود مستودع للقيمة وما بتتلف، صعب إنها تتلف، صح ولا لا؟ إذا هذا هو شرح مفهوم مستودع للقيمة، حيث أصبحت النقود قابلة للتخزين أو للاحتفاظ دون التلف أو تقليل كمية التلف عن المقايضة. في المقايضة كان نسبة التلف عالية جدا، يعني قلت لكم اللي بده يخزن بندورة مثلا للمحصول للسنة اللي بعدها أو تكفي كانت تتلف، تمام؟ كان يتلف جزء منها، أما فظهرت فكانت هذه هي إحدى العيوب، فظهرت النقود وأصبحت مستودعا للقيمة. خلاص بحوش نقودي مثلا، وحس في عصرنا الحالي أصبح في بنوك مثلا إنك تخبي المصاري مثلا عشان ما يتلفنش معك، تخبيه مثلا في البنك، فصارت نسبة التلف في النقود قديش؟ 0%، ما في تلف، صح ولا لا؟ مستحيل واحد يقول والله انا كان معي 10000 دينار وخربن. في حد عمرك سمعته هيك بحكي؟ لا مستحيل، تمام. طيب تفضلي يا حياة الريموني، اقرأي لي معيار للدفع الآجل. اوكي، تستخدم النقود ايضا كمقياس للقيم المستقبلية، فمن تطور خبراتي في مجالات العمل والإنتاج المختلفة تزايدت كميات المواد المنتجة المخزنة، ومنعا لتكدس المنتجات واستمرار الإنتاج، بدأت عملية تسويق المنتجات على أساس العقود. فالعقود يذكر الكمية المطلوبة من المنتج والثمن المتفق عليه على أن يتم تسليم لاحقا، لذلك كان لابد من معيار تحدد على أساسه أثمان السلع. أثمان السلع. أكمل. فكانت النقود أفضل طريقة للقيام بذلك، ويمكن قياس الديون والصفقات وغيرها من المدفوعات المؤجلة أو المستقبلية بقدر محدود من النقود. وكمثال على ذلك، عندما يتعاقد شخص مع آخر على توريد كمية معينة من السلع مقابل مبلغ محدد من النقود، يتم استخدام النقود كمعيار للدفع المؤجل، تمام؟ يعني مثلا انا بدي اروح اشتري مثلا، انت او انتم مثلا خاصه كمان بدكم تشتروا اواعي مثلا من خلال التسوق الالكتروني، تمام؟ بتتفقي مثلا بدي جاكيت مثلا حق 30 دينار، اوكي؟ هاي الجاكيت حق 30 دينار واتفقتوا، لما يجيب لي الجاكيت بدفع له حقها، ممكن ادفع الكتروني، او لما يجيب لي الجاكيت واعاين القطعه بدفع له حقها. اذا اصبحت معيار للدفع الاجل، وكمان يعني الشخص او الشركه لما يجيبوا لك اياها
الجاكيت، مستحيل لما يجيب لك اياها تصير تحكي لا انا بدي اياها ب 25، خلص احنا متفقين على رقم معين اللي هو 30، اذا اصبحت النقود معيار للدفع الاجل. تمام؟ ويمكن تمام. تعريف الدفع الاجل بانه الدفعات التي يبدا دفع اول مبالغها بعد فتره من تاريخ الاتفاق عليها، ويطلق عليها فتره التاجيل، حيث ايضا مثل البنوك، يعني مثلا انا بدي اخذ منه مثلا قرض، مثلا قرض قيمته 10,000 دينار، تمام؟ ال 10,000 دينار بدهن يصيرن معي مع المرابحه، بدهن يصيرن عليه عفوا 12,000 دينار، واحنا متفقين على رقم معين من بدايه القرض الى نهايه القرض، وانا ادفع مثلا 200 دينار 200 دينار، اوكي؟ مستحيل مثلا في نص القرض البنك يحكي لي والله انا ال 200 دينار ما بزبط معي، لا بدك تزيد ال 250، لا خلص احنا متفقين، اذا اصبحت استخدام النقود معيار للدفع العاجل والاجل، العاجل في الوقت الحالي والاجل في الوقت ايش؟ في الوقت المتفق عليه. تمام؟ ويمكن تعريف الدفع الاجل، الاجل اللي هو حاليا، بانه الدفعات التي يبدا دفع اول مبالغها بعد فتره من تاريخ الاتفاق عليها، ويطلق عليها فترة التأجيل، ومن أمثلتها دفعات أقساط الشراء بالتقسيط التي يبدأ سدادها بعد انقضاء فترة سماح معينة، لأن البنوك هسه صارت تعطي فترة سماح مثلا بعد ما تأخذ القرض مثلا شهر أو شهرين أو 3 شهور، بعدين بتبلش في سداد القرض. تمام؟ حيث أصبحت النقود معيار للدفع الآجل. النقود ظهرت بعد فشل عملية المقايضة، وفشل عملية المقايضة من حيث التخزين، من حيث الاستخدام، من حيث مقياس القيمة، من حيث طريقة للتبادل، ظهرت النقود، والنقود استخدمت بشكل صحيح وبشكل قانوني، وكان صندوق النقد الدولي أو البنك المركزي الأردني كان يقوم بالمحافظة على قيمة هذه النقود، وتحتفظ النقود بقيمتها، تحتفظ النقود بقيمتها، يعني الدينار ظل محافظ على قيمته، الدينار الأردني ظل محافظ على قيمته، حيث استخدم الدينار او النقود مستودع للقيمه اللي هو التخزين، او باللغه العاميه اللي هو او اللغه الفصحى الادخار او التحويش. تمام؟ واستخدم ايضا معيار للدفع الاجل، وايضا استخدم مقياسا للقيمه، يعني حكيت لكم مثلا علبه البيبسي الكبيره سعرها دينار، هاي مقياس للقيمه، هاي مقياس للقيمه، انه قيمتها محدده، مستحيل مثلا العلبة الصغيرة يبيعني اياها السوبر ماركت بدينار، خلاص معروف العلبة الكبيرة بدينار. تمام؟ إذا أصبحت مقياس للقيمة، تحفظ قيمة السلعة وتحفظ قيمة النقود، وأيضا وسيط للتبادل، وسيط للتبادل، يعني مثلا أنا بدي أروح أشتري علبة بيبسي، أوكي؟ بدي أشتري علبة بيبسي، أنا مثلا مثلا والدتك حكت لك اشتري لي علبة بيبسي مثلا يا حياة، تمام؟ اشتري علبة بيبسي، فأكيد راح تسأليها صغيرة ولا وسط ولا كبيرة، صح؟ او كم حقها؟ اوكي بالضبط. او ممكن مثلا ما تسأليش كم حقها، ما دام حكت لك مثلا صغيرة حقها معروف ربع دينار، وسط حقها مثلا نص او 60 قرش، كبيرة حقها دينار، اوكي؟ طيب مثلا حكت لك اشتري لي علبة بيبسي وسط واعطتك دينار، اعطتك دينار، مستحيل تروحي على الدكانة تعطيه دينار وتاخذ علبة البيبسي الصغيرة وخلص تروحي، قيمتها دينار، لا معروف قيمتها 60 قرش او نص دينار، اذا اصبحت مقياس للقيمة. تمام؟ مقياس للقيمة. اما وسيط للتبادل، لما اروح على السوبر ماركت اعطيه دينار ويعطيني علبة البيبسي الكبيرة، هنا اصبحت وسيط للتبادل، وسيط للتبادل، او مثلا اشتري سيارة اعطيه حق السيارة ويعطيني السيارة، اعطيه النقود ثمن السيارة ويعطيني السيارة او المركبة، هنا اصبحت وسيطا للتبادل، وسيط للتبادل. في سؤال لحد هون؟ لا. في سؤال اكيد؟ اه. طيب خلينا نتعرف على وظائف النقود، احنا شرحنا وظائف النقود بشكل عام او بشكل مفصل، راح ناخذ وظائف النقود بشكل سريع، وهي وسيط للتبادل، مقياس للقيمة، مستودع للقيمة، ومعيار للدفع الآجل مثل القروض. ووسيط للتبادل، لما مثلا أشتري مثلا مركبة، أشتري مركبة وأدفع ثمنها، مقياس للقيمة إنه هذه علبة البيبسي الكبيرة مثلا قيمتها دينار، إذا هاي مقياس للقيمة. مستودع للقيمة اللي هو الادخار أو التحويش. تمام؟ النقود معيار للدفع الآجل، النقود معيار للدفع الآجل، لما آخذ قرض مثلا بدفعه مثلا على بدفع مثلا رقم معين كل شهر او كل سنه لمده كذا من الاشهر او كذا من السنوات. تمام يا سابع؟ في سؤال لحد هون؟ لا لا. طيب اسئله الدرس مهمه جدا جدا، خلينا نحل السؤال الاول مع بعض، شو رايكم؟ حليتهم انا عائشه الدرس الماضي.
ممتاز يا عائشة. دقيقة عائشة، أكيد حلت يومي يا عائشة؟ أفرجيك. لا صادقة، صادقة يا عائشة، هي زايد علامة. شو اسمك يا عائشة؟ عائشة إيش؟ عائشة دحدوح. أختي محمد سعيد؟ خلينا نحل السؤال الأول. ضعي إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة الخاطئة. أستاذ أنا حالم شوي والله هسه بتطلع شوي. أكيد حليتني يا حياة؟ هسه بصور شوي. لا خلاص ثقة يا حياة ثقة. أوكي. لا تحلم قبل الدرس بشوي. طيب خلينا نحل الأسئلة أو السؤال الأول. صفحة سؤال أول، ضعي إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة الخاطئة فيما يأتي. يلا تفضلي يا حياة نشوف حال الأسئلة. يلا. ليس من الضروري حصول حصول قبول عام للنقود من أجل اعتمادها وسيطا للتبديل. خطأ. خطأ، ليس من الضروري حصول قبول عام للنقود. مستحيل، يعني هي احنا مثلا في الأردن مثلا 10 مليون او 11 مليون، مستحيل واحد يحكي لك انا ما بثق بالنقود. لا، كيف يعني ما بثق بالنقود؟ النقود وثيقة رسمية ومعتمدة من البنك المركزي الأردني ومعتمدة من صندوق النقد الدولي، معترف بها بجميع دول العالم. تمام؟ إذا خطأ. تمام. با اتفضلي يا عائشة. تعد النقود أفضل مستودع للقيمة لأنها تتميز بأنها كاملة السيولة. صح. تعد النقود أفضل مستودع للقيمة لأنها تتميز بأنها كاملة السيولة. صح، ممتازة. سلام، اقرأي لي يا جيم. سلام سلام، اقرأي لي النقطة جيم إذا سمحتي. يلا. عندما ينتج صانع الألعاب لعبة بسعر 10 دنانير فإنه بذلك قد استعمل النقود كمقياس القيمة. عندما ينتج، هسه سلام أنت اللي بدك تجاوبيني، ركزي معي. عندما ينتج صانع الألعاب لعبة قيمتها اسمعي كلمتي، لعبة قيمتها 10 دنانير فإنه بذلك قد استعمل النقود مقياس القيمة. استني شوي، ركزي معي في كلماتي. عندما ينتج صانع الألعاب لعبة بقيمة قيمتها 10 دنانير قد استعمل النقود يعني مقياس القيمة. صح، جود. النقطة دال، عندما يبيع صانع الألعاب لعبة مقابل الحصول على 10 دنانير فإنه بذلك قد استخدم النقود مقياس القيمة. خطأ. وسيط للتبادل، صح؟ في سؤال لحد هون يا سابع؟ لا. سؤال؟ لا. طيب يعطيكم العافية. وهيك بنكون انهينا مادة الامتحان فقط. تمام. يعطيكم العافية.